بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فائده يقدر الاعراب في سبعه مواضع كما هو المشهور قوله على الله مقامه فائده كلمه فائده هذه الكلمه وهذه اللفظه مرفوعه لانها خبر لمبتدا محذوف اي هذه فائده او انها مبتدا خبرها محذوف والتقدير هنا فائده في هذه الفائده المصنف يشير الى مواضع الاعراب التقديري قد يقدر الاعراب، الاعراب على قسمين لفظي وتقديري، اما ان يكون لفظيا واما ان يكون تقديريا، طبعا وهناك نوع اخر للاعراب التق... بل الاعراب المحلي، في هذه المواضع في هذا الدرس وفي هذه الفائده المصنف على الله مقام الشيخ البهائي يذكر لنا ويشرح لنا يبين باختصار وايجاز مفيد المواضع التي يقدر فيها الاعراب يقول فائده يقدر الاعراب في سبعه مواضع هنا قال سبعه سبعه يعني جاء بالعدد مؤنثا لماذا؟ لان المعدود مذكر الاعراب مذكر لذا جاء العدد ماذا؟ مؤنثا يقدر الإعراب في سبعة مواضع ومواضع مجرور بالإضافة وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه صيغة منتهى الجموع يقدر الإعراب في سبعة مواضع كما هو المشهور المشهور عند النحات الاعراب يقدر في سبعه مواضع ويشير اليها بالترتيب لكن لماذا قال كما هو المشهور قوله كما هو المشهور اشاره الى ان هناك مواضع غير هذه المواضع يقدر فيها الاعراب ولكن المشهور لم يشر اليها. من هذه المواضع غير السبعه التي يقدر يعني على خلاف المشهور يقدر فيها الاعراب الحكايات. اعزائي يقدر الاعراب في الحكايات. طبعا على قول البصريين لان عند غير البصريين هذه المواضع في الحكايات يكون الإعراب محلي، لكن عند البصريين تقديري يقدر في الحكايات على قول البصريين نحو من زيدا، من زيدا تسأل تقول من زيدا لمن يقول لك رأيت زيدا شخص احد يقول لك رايت زيدا انت تساله من زيدا هنا زيدان لفظا منصوب لكن هذا على الحكايه من مبتدا زيدان خبر او بالعكس من خبر مقدم وزيدان مبتدا مؤخر على اي حال زيد يقتضي ان يكون مرفوعا لكن نصب على الحكايه حكاية رأيت زيدا أن تقول من زيدا، لذا هنا زي زيدا بناء على المشهور يعني عند غير البصريين أنه في محل رفع يعني عند ال... ولكن عند البصريين يكون ماذا؟ مرفوع تقديرا، مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة أو مثلا يقول لك أحد أن تقول بل ومن زيدا لمن قال جاء زيد جاء زيدون تقول عند البصريين من زيدون هذا رفع على سبيل الحكاية ويكون تقديرا يعني مرفوع بالضم المقدرة وهكذا إذا قال لك أحد مررت بزيد أن تقول من زيد في زيد من زيد ماذا مجروب ماذا على الحكاية وهو مرفوع تقديرا نعم وهكذا يقدر الإعراب مطلقا في قولك في قولك في قول القائل في نحو هذه الأمثلة جاءني أب أبو القوم جاءني التفت جيدا أعزائي جاءني أبو أبو ما رأيت ابل قومي رايت ابل قومي ومررت بابل قومي هنا الواو في حاله رفعي والالف في حاله النصب والياء في حاله الجر تحذف لالتقاء الساكنين لاحظوا جاءني ابل ابل قومي فالواو لا تلفظ لالتقاء الساكنين لأن الواو ساكنة واللام ماذا في القوم ماذا ساكنة رأيت أبل قوم الألف تحدث مررت ب أبل قومي فكيف يكون الإعراب؟ هل أن يكون الإعراب بالواو في حالة رفعي والألف في حالة النصبي والياء في حالة الجري؟ عند المشهور نعم عند المشهور وإن لم تلفظ الواو لكن الرف بالواو والألف بلي في حالة النصب والياء في حالة الجري. لكن على غير المشهور هنا الإعراب يكون مقدرا الإعراب يكون مقدرا مطلقا مطلقا يعني في حالة الرفع والنصب والجر لأن الحروف لا تظهر. الواو هنا لا تظهر، الألف لا تظهر، الياء لا تظهر. إذن هذا أيضا من من مواضع ماذا؟ الاعراب التقديري هناك موضع اخر تقول جاء قاضيه رايت قاضيه مررت بقاضيه قاض الاسم هذا الاسم المنقوص لما يضاف الى الياء عند الاضافه تظهر الياء تعود الياء والاعراب يكون على الياء لكن بسبب الادغام الياء تسكن يضاف الى ياء المتكلم بسبب اضافته الى ياء المتكلم الياء الادرام يكون واجبا فتسكن الياء في غاضي في كلمه قاضي تسكن فالاعراب ايضا يكون ماذا؟ تقديريا نعم هذه مواضع ثلاثه الاعراب يكون فيها تقديريا ولكن لم يشر اليها ماذا المشهور لذا قال المُصنِّف الشيخ البهائي أعلى الله مقامه قال يُقدَّر الإعراب في سبعة مواضع كما هو المشهور طيب نعود إلى العبارة إلى كلام المُصنِّف يذكر هذه المواضع السبعة قال فمُطلقاً هذه كلمة مُطلقاً إما أن تكون مفعول مطلق يعني صفة لمفعول المطلق محذوف، يعني يقدر تقديرا مطلقا. أو تكون كلمة مطلقا أعزائي حال. يعني حال كونه ماذا؟ حال كونه مطلقا. أو تكون ماذا؟ صفة لظرف، ظرف زمان مقدر، يعني زمانا مطلقا. على أي حال فمطلقا يعني يقدر طبعا التقدير الاول يعني ان نقول يقدر تقديرا مطلقا نجعل مطلقا نعت وصفه لمفعول مطلق محذوف لعامل محذوف يقدر تقديرا مطلقا معنى مطلقا يعني في الحالات الثلاث في حاله الرفع والنصب والجر في الاسماء وفي حاله الرفع والنصب والجزم في الأفعال في الفعل يقدر مطلقا أن يقدر في, ماذا في الاسم المقصور إذا كان الاسم مقصورا في الاسم المقصور يقدر الإعراب في الحالات الثلاث مطلقا أي في الحالات الثلاث الاسم المقصور ما هو الاسم المقصور الذي آخره ألف مقصورة الذي آخره ألف مسبوقة بفتحة مثل موسى مثل عيسى مثل كبرى صقرى حبلى هذا الاسم هذا يكون يسمى مقصورا فالإعراب يقدر على الألف للتعذر للتعذر لأن الألف لا تقبل الحركة تقول جاء موسى جاءني موسى رأيت موسى ومررت بموسى هذا موضع الموضع الثاني المضاف إلى الياء يع يعني الاسم المضاف إلى الياء مثلا تقول جاء أبي يمثل كغلامي مثلا أبي كتابي تقول هذا غلامي هذا غلامي رأيت رأيت غلامي ومرت بغلامي ف جاءني او هذا غلامي غلامي خبر مرفوع على مترفع الضمه المقدره على الميم على الميم منع من ظهورها اشتغال المحل بكسره المناسبه المناسبه الى الياء وهكذا رايت غلامي غلامي مفعول به منصوب وعلامه نصبه وعلامه نصبه الفتحه المقدره على الميم إضافة الى ياء المتكلم ومررت بغلامي. غلام مجرور بالباء وعلامه جره الكسره المقدره على الميم لاشتغاله بكسره المناسبه إلى يعني. الياء، يعني هذه الكسره الموجوده الان حاليا الكسره الموجوده تحت الميم مررت بغلامي هذه ليست كسره إعراب وانما هي كسره مناسبه لانه مضاف الى المتكلم فيكون مجرورا بالكسره المقدره على الميم. هذا الموضع الثاني. والمضارع المتصل به نون التوكيد غير مباشرة غير مباشرة الفعل المضارع إذا اتصلت به النون لكن اتصال النون غير مباشر لأنه إذا كان اتصال به النون نون التوكيد إذا اتصلت مباشرة إذا اتصلت بالفعل مباشرة يكون مبنيا لكن إذا اتصلت بالفعل لكن غير مباشر في الأفعال الخمسة هنا يكون الإعراب تقديري في الحالات الثلاث في حالة الرفع والنصب والجزم تقول يقومان الزيدان يقومان مثلا الزيدان يقومان فيقومان فعلا مضارع مرفوع بثبوت النون تقديرا وتقول الزيداني لم لن لن آه المثال الأول أنا أقول بالأول أصحح المثال الزيداني يقومان بالتشديد أنا آه لأ قلت بدون تشديد لابد أن يكون بالتشديد الزيداني يقومان يقومان لأنه يعني من التوكيد فيقومان فعل في مضارع مرفوع بثبوت النون تقديرا لان التقدير هكذا الزيداني يقومان يقومانن حذفت النون للتوالي في حاله النص ماذا نقول نقول الزيداني مثلا لن يقومان لن يقومان فيقومان منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون تقديرا وهكذا لما نقول الزيدان الزيداني ليقومان لي لي باللام المكسورة لام الأمر لي يقومان فيقومان مجزوم باللام لام الأمر وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون تقديرا هذا الموضع الثالث مثل كي يضرباني في حالة الرفع بلي في حالة الرفع نعم ورفعاً وجراً يعني يقدر الإعراف في حالة الرفع وفي حالة الجر في الاسم المنقوص كقاض الاسم المنقوص ما هو؟ هو الاسم الذي ينتهي بالياء آخره ياء لازم مسبوق ماذا؟ بكسرة يعني يا بعد كسره كقاض اصله ماذا ماذا قاضي يون. لما ندخل على حذفت الياء لالتقاء الساكنة صار قاض لما ندخل عليه الالف واللام نقول القاضي فهذا اسم ماذا منقوص الداعي الرامي المقتضي وهكذا فالاسم المنقوص يقدر فيه الاعراب في حالتين في حاله ال... في حاله الرفع وفي حاله الجر اما في حاله النصب يكون الاعراب ماذا؟ ظاهرا ملفوظا تقول جاء القاضي فالقاضي فاعل مرفوع الضم المقدر على الياء رايت القاضيه منصوب مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره ومررت بال قاضي فالقاضي مجرور بالباء وعلامه جره ماذا؟ الكسر المقدر على الياء. هذا مع الالف واللام، بدون الالف واللام ماذا تقول؟ تقول هذا قاض رايت قاضيا ومرت بقاضٍ. هذا قاضٍ، قاضٍ فعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الياء المحذوفه. مرت بقاضٍ، قاضٍ مجرور وعلامه جره الكسر المقدر على الياء المحذوفة. محذوفة هذا الموضع ماذا؟ هذا هو الموضع الرابع الظاهر الرابع نعم ورفعا ونصبا رفعا ونصبا في المضارع المعتل بالالف لان الفعل المضارع اما ان يكون معتلا بالواو واما ان يكون معتلا بالياء واما ان يكون ماذا؟ معتلا بالالف يدعو هذا ماذا؟ بالواو. يارمي معتل بالواو يرمي معتل بالياء الاول يسمى ناقص واوي الثاني يسمى ناقص ماذا؟ يائي او معتل بالالف يحيا بل يخشى هذا فعل مضارع معتل بالالف او ناقص الفي نعم الفعل المضارع المعتل بالالف يرفع بالضمه المقدره نعم يرفع بالضمه المقدره على الالف وينصب ايضا ب... يرفع بالضمه المقدره ي... وينصب بالفتحه المقدره طبعا في حالة الجزم يكون اعرابه ملفوظا لان بالحذف تقول ماذا يخشى زيد ربه يخشى فيخشى فعل في وضعه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر لن يخشى زيد العدو لن يخشى زيد العدو لن يخشى لن حرف نصب منفي واستقبال يخشى او ماذا فعل مضارع منصوب ماذا ب منصوب وعلى نصب الفتحه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر وهكذا يحيى تقول يحيى زيد لن يحيا لن يحيا زيدون طيب هذا الموضع ماذا الموضع الخامس الظهر ورفعا يعني يقدر في حالة رفع العرب يقدر في حالة رفع في المضارع المعتل بالواوي والياء المعتل الواوي والمعتل اليائي نعم كيدعو يرمي يدعو يرمي هذان موضعان هذان موضعان الفعل المضارع المعتل بالواو الناقص الواوي والفعل المضارع المعتل بالياء الناقص اليائي. فالإعراب فيهما يقدر في حالة الرفع، نقول يدعو زيد ربه. يرمي زيد السهم. نعم. فيدعو ويرمي مرفوعان. علامة وعلامة رفعهما الضم المقدر على الواو والياء. منع من ظهورهما الثقل التعسر لا التعذر. الضمه ثقيله على الواو وعلى الياء يعني لو قلنا يدعو يرمي ثقيله لذا حذفت الضمه للثقل فيكون الاعراب ماذا مقدرا بلي هذا الموضع نعم الخامس نعتبر موضع واحد لا بس نعتبر نعتبره موضع واحد والموضع السابع الموضع السابع الجمع المذكر الجمع المذكر السالم المضاف الى ياء المتكلم المضاف الى ياء المتكلم يعني الجمع المذكر السالم اذا اضيف الى ياء المتكلم يكون اعرابه تقديري يكون اعرابه تقديريا طبعا رفعا في حاله الرفع نعم في حالة ال... النصب والجار يكون الإعراب ماذا؟ ظاهر بالياء لكن في حالة الرفعي يكون بالواو المقدرة كيف؟ لاحظوا هذا يحتاج إلى توضيح يمثل يقول كمسلمية ومعلمية مثلاً لاحظوا أنا أمثل مثال معلمية معلمون 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 إذا أضيف إلى المتكلم ماذا؟ معلموي النون تحذف للإضافة لأن يعني عوض التنوين معلموي معلموي هنا اجتمعت الواو والياء في في كلمة أو أقول لا في في لفظ ماذا كالكلمه الواحده مضاف لانه مضاف ومضاف اليه والمضاف والمضاف اليه كالكلمه الواحده في قوه الكلمه الواحده وقالوا في مثل هذا الموضع الواو والياء اذا اجتمع في هكذا اللفظ وكان اولهما ساكن تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء بعد ابدال الضمه كسره يصير معلموي يا معلموي يا فالضمه تبدل بالكسر للمناسبه تصير معلميه وتدغم الياء في الياء معلميه وهكذا مسلميه مسلمويا مسلمون اضيف الى الياء صار مسلمويا هذا حذف النون تبدل وتقلب الواو ياء ثم تدغم الياء بالياء بعد ابدال الضمه كسره فيصير مسلميه تقول هؤلاء معلمية هؤلاء معلمية فمعلمية خبر مرفوع وعلامه رفعه ماذا؟ الواو المقدرة لان الواو قلبت ياء نقول الواو المقدرة لكن رايت معلمية لا بالياء الياء موجودة ومررت بمعلمية ايضا مجرور ماذا؟ بالياء فاذا في حالة النصب والجر منصوب بالياء ومجرور بالياء في حالة الرفع يكون ماذا مرفوعا بالواو المقدرة التي أبدلت ماذا؟ التي أبدلت ياء لأجل الإعلال. هذه هي المواضع السبعة التي يقدر فيها الإعراب كما هو المشهور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد